السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أحبابي طلاب الصف الثاني بمدارس المنهل. أهلا بكم من جديد في منصة المنهل للتعليم عن بعد. اليوم بإذن الله ندرس مقاييس التشتت. المعروف يا أحباب أن مقاييس التشتت من أهمها المدى والمدى الرباعي، وهذا ما ندرسه بإذن الله في هذا الدرس. مقاييس التشتت يا أحباب هي التي توصف مدى انتشار البيانات حول القيم المتوسطة. مدى انتشار البيانات حول القيم المتوسطة اللي بيقيسها هو مقاييس التشتت. من أهم مقاييس التشتت هو المدى، فالمدى هو أهم أحد مقاييس التشتت، وهو الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة. فتعريف المدى هو الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة، وهكذا يمكن احتساب المدى. أما بالنسبة للوسيط يا أحباب، كما تعلمون هو الذي يقسم البيانات إلى قسمين متساويين. ففي هذا المثال نجد أن البيانات لدينا 6 أرقام، عندنا 6 أرقام، قسمنا 6 أرقام إلى 3 أرقام، وهذا النصف الأدنى، و3 أرقام الأكثر الأعلى وهي النصف الأعلى. أول شيء، الأرقام لابد أن تكون مرتبة ترتيبا تصاعديا أو تنازليا. ففي هذا المثال الأرقام مرتبة ترتيبا تصاعديا، فقدرنا نحن نحدد النصف الأدنى والنصف الأعلى. الذي قسم هذه البيانات إلى نصفين هو الوسيط، فالوسيط يقسم البيانات إلى قسمين متساويين يا أحباب. الرباعيات هي قيم تعمل على تقسيم البيانات إلى 4 أجزاء متساوية. الرباعيات تعمل على تقسيم البيانات إلى 4 أجزاء متساوية. علمنا وعرفنا أن الوسيط يقسم البيانات إلى قسمين متساويين، أما الذي يقسم البيانات إلى 4 أجزاء متساوية فتسمى الرباعيات، مثل الربيع الأدنى والربيع الأعلى. ففي هذا المثال نجد أن هذا الرقم 154,346، هذا الرقم يقع في منتصف النصف الأول فيسمى الربيع الأدنى. أما بالنسبة للرقم 328,347 يقع في منتصف النصف الأعلى ويسمى الربيع الأعلى. فإذا الربيع الأعلى هو الذي يقع في منتصف النصف الأعلى، والربيع الأدنى هو الذي يقع في منتصف النصف الأدنى كما تشاهدون في هذا المثال. فالمدى الرباعي يا أحباب هو مدى نصف البيانات، مدى نصف البيانات التي تقع في الوسط، وهو يحتسب عن طريق الفرق بين الربيع الأعلى والربيع الأدنى. عند حسبة الربيع الأعلى ناقص الربيع الأدنى ينتج المدى الرباعي، فالمدى الرباعي هو الفرق بين الربيع الأعلى والربيع الأدنى. المدى الرباعي هو الفرق بين الربيع الأعلى والربيع الأدنى. مثال لإيجاد مقاييس التشتت. في هذا المثال المطلوب إيجاد مقاييس التشتت. مقاييس التشتت يا أحباب اللي هي المدى والمدى الرباعي. يبقى أول شيء المدى، تاني شيء المدى الرباعي. لابد من إيجاد هذين المقياسين للتشتت. المدى أسهل شيء، أكبر قيمة ناقص أقل قيمة. أكبر قيمة هنا 204، وأقل قيمة هي 20. يبقى 204 ناقص 20 ينتج 184، هذا يسمى مدى البيانات. أما لإيجاد المدى الرباعي لابد أن نحسب الربيع الأدنى والربيع الأعلى، لأن المدى الرباعي هو الفرق بينهم. أول شيء يا أحباب نرتب البيانات ترتيبا تصاعديا. عند ترتيب البيانات ترتيبا تصاعديا تكون 20، 24، 41، 85، 85، 123، 139، 204. نجد أن الوسيط
يقع بين قيمتين 85 و 85، قسم البيانات إلى نصفين، هنا 3 أرقام وهنا 3 أرقام. نجد أن الربيع الأعلى يقع بين الرقمين 139 و 204، هنا الأعلى. الربيع الأدنى يقع بين الرقمين 24 و 41 كما تشاهدون الحين. فالربيع الأدنى يقع بين 24 و 41، ويكون 24 زائد 41 تقسيم 2 32 ونصف. الوسيط يقع بين 85 و 85، واحتسابه بالطريقة 85 زائد 85 تقسيم 2 يساوي 85. والرباعي الأعلى يقع بين قيمتين الرباعي الأعلى يا أحباب يقع بين قيمتين 123 و 139. الرباعي الأعلى يقع بين قيمتين 123 و 139، واحتسابه يكون 123 زائد 139 تقسيم 2 يساوي 131. فالوسيط هو 85، الربيع الأدنى 32 ونصف، الربيع الأعلى 131، والمدى الربيعي هو الفرق بين الربيع الأعلى والربيع الأدنى. المدى الربيعي الربيع الأعلى ناقص الربيع الأدنى يساوي 131 ناقص 32 ونصف يساوي 98 ونصف. اختصارا لحل هذه المسألة يا أحباب، المطلوب هو إيجاد مقاييس التشتت. مقاييس التشتت نوعين، المدى والمدى الربيعي. المدى هو الفرق بين أكبر قيمة ناقص أقل قيمة. المدى الربيعي هو الربيع الأعلى ناقص الربيع الأدنى. عند احتساب قيمة المدى الربيعي ضرب 1.5، عندما نضرب المدى الربيعي في 1.5 ونقول الربيع الأدنى ناقص هذه القيمة، الربيع الأدنى ناقص 1.5 ضرب المدى الربيعي، إذا كانت البيانات تقل عن هذا المقدار يسمى قيما متطرفة، إذا قلت البيانات عن هذا المقدار فإنها تسمى قيما متطرفة، وإذا زادت البيانات عن هذا المقدار أيضا تسمى قيما متطرفة. فالقيم المتطرفة هي التي تقل عن هذا المقدار، الربيع الأدنى ناقص 1.5 ضرب المدى الربيعي. والقيم المتطرفة أيضا هي التي تزيد عن هذا المقدار، الربيع الأعلى زائد 1.5 ضرب المدى الربيعي. فالقيم المتطرفة هي البيانات التي تزيد أو تقل كثيرا عن قيمة الوسيط. مثال آخر يا أحباب لإيجاد القيم المتطرفة، في هذا الجدول المقابل عند ترتيب البيانات مرتبة في الجدول، نجد أن الوسيط يقع بين هذه القيمتين. أول شيء طلع الوسيط يقع بين قيمتين 12573 و 9967، الوسيط يقع هنا. نجد أن الربيع الأعلى هو 12695، والربيع الأدنى هو القيمة 8865. فالمدى الربيعي هو الربيع الأعلى ناقص الربيع الأدنى. المدى الربيعي تاني هو الربيع الأعلى ناقص الربيع الأدنى، يعني 12695 ناقص 8865 يكون الناتج يا أحباب 3830، هذا هو المدى الربيعي. هنضرب المدى الربيعي في 1.5، عند ضرب المدى الربيعي في 1.5 ينتج هذا الرقم 5745. هذا الرقم 5745 ناقص الربيع الأدنى، هذا الرقم ناقص الربيع الأدنى اللي هو 8865 ينتج 3120. عند ملاحظة هذه الأرقام في الجدول نجد أنه لا توجد قيمة أقل من هذه القيمة، لا توجد قيمة أقل من 3120، فبالتالي لا توجد قيمة متطرفة ناحية الربيع الأدنى. وعند إضافة الربيع الأعلى لهذه القيمة، عند إضافة الربيع الأعلى لهذه القيمة ينتج هذا الرقم
18440 ونلاحظ وجود قيمة أعلى منها، فهذه القيمة الأعلى منها هي قيمة متطرفة، الأعلى من 18440 وهي 18533، فإن القيمة المتطرفة الوحيدة هي 18440. القيمة المتطرفة الوحيدة هي 18533 لأنها تكون أكبر من 18440. مثال يا أحباب، تأكد صفحة 160 في الجدول المقابل، المطلوب أول شيء إيجاد مدى البيانات. فكر كما تعلمت كيف تحصل على مدى البيانات. بالضبط، مدى البيانات هو القيمة الأعلى ناقص القيمة الأدنى، أعلى قيمة ناقص أقل قيمة. فأعلى قيمة هنا 2240 ناقص أقل قيمة هي 18، فإن المدى يكون 2222 كما تلاحظون. المطلوب الثاني هو إيجاد الوسيط والربيعين الأعلى والأدنى. لاحظ يا أحباب أن احنا نكتب البيانات مرتبة ترتيبا تصاعديا كما بالشكل 18 310 330 711 822 2240. الوسيط كما تلاحظون أن هنا عندنا البيانات عددها 6، قسمناها 3 بيانات و3 بيانات، فإن الوسيط يقع في منتصف هذه البيانات، أي يعني يقع بين قيمتين 330 و711. والربيع الأدنى هو القيمة التي تقع في منتصف الثلاث البيانات الأولى، فهو يكون القيمة 310. والربيع الأعلى يقع في منتصف النصف الآخر، يقع في منتصف النصف الأعلى وهو 822، فالربيع الأدنى 310، أما الربيع الأعلى يكون 822. الربيع الأدنى 310 والربيع الأعلى 822. الوسيط يا أحباب هو مجموع القيمتين الوسيطتين اللي هي 330 زائد 710 تقسيم 2، مجموع هذين القيمتين مقسمة على 2 ليكون الوسيط 520 ونصف. المطلوب الثالث في هذه المسألة هو إيجاد المدى الربيعي. المدى الربيعي يا أحباب هو الفرق بين الربيع الأعلى والربيع الأدنى. كما تشاهدون المدى الربيعي يصبح 822 اللي هو الربيع الأعلى ناقص الربيع الأدنى، 822 ناقص 310 يساوي 512. المطلوب الرابع يا أحباب أننا نحدد القيم المتطرفة، ولتحديد القيم المتطرفة شو بنعمل؟ بنضرب فعلا 512 اللي هو المدى الربيعي في 1.5، بل المدى الربيعي انضرب في 1.5. المدى الربيعي في 1.5 يعني 512 ضرب 1.5 يساوي 668. ثم نطرح هذه القيمة من القيمة الأدنى ونضيفها على القيمة الأعلى. هذه القيمة نطرحها من القيمة الأدنى ونضيفها على القيمة الأعلى لتحديد القيم المتطرفة كما تشاهدون. 768 هذه القيمة ناقص القيمة الحد الأدنى 310 يساوي 458، ويوجد في هذا الجدول قيم أقل منها تعد هذه القيم متطرفة مثل 330 310 18. وعند إضافة هذه القيمة 768 إلى الربيع الأعلى ينتج هذا الرقم 1590، ويوجد أرقام أكبر منه. نعم بالفعل يوجد رقم أكبر منه وهو 2240، وتعد أيضا هذه ضمن القيم المتطرفة. فالقيم المتطرفة في هذا المثال 4 قيم: 330، 310، 18،
و2240. وبكده نكون خلصنا درس مقاييس التشتت. أرجو أن تكون قد استفدتم من هذا الشرح، وفي النهاية نرجو أن نكون وفقنا في عرض الدرس مع تمنياتنا لكم بدوام التفوق والنجاح، مع تحيات فريق العمل بمدارس المنهل. شكرا لكم أعزائي الطلاب.